السلام عليكم. العلمة جريمة قتل ليلة أمس بحيث أتراك. الجريمة راح ضحيتها الفتى عصفور لقمان 16 سنة. الجريمة وقعت بحي 300 مسكن سون أتراك. اهتز حي سون أتراك على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 16 سنة بعد تلقيه طعنة خنجر من شاب يقال إنه صديقه يبلغ من العمر 17 سنة. الحادث وقع محاداة الملعب الجواري بذات الحي. وحسب المعلومات فإن الشجار وقع بين أربعة شباب من بينهم الضحية والجاني حول أمور لا يعرفها إلا هؤلاء، مما أدى إلى ما لم يكن متوقعا. والغريب في الأمر وحسب نفس المصادر أن الضحية تم نقله على متن دراجة نارية من قبل بعض أصحابه إلى قسم الاستعجالات الطبية. سروا بالخثير بالعلمة رغم أن الضربة كانت في صدر مكان القلب، والضحية فارق الحياة قبيل وصوله قسم الاستعجالات الطبية. هذا فيما تنقلت مصالح الشرطة القضائية والعلمية إلى عين المكان لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومعرفة حيثيات القضية، فيما تم توقيف الجاني. الله يرحمه يا رب العالمين ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.